السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. بسم الله، انا هنا غادي ندير معكم واحد الطاجين ديال الحوت اللي كيجي من اروع ما يكون وكيجي ساهل، وكنقدروا نوجدوه هكا في ظرف وجيز قل من 10 دقائق كيكون موجود. انا عندي هنايا واحد الحوته او السمكه اللي كنقطعها كطريفات، كنقطعها شويه مرصوات كبار شويه لان غادي نديروها في الطاجين، نحطوها في واحد الاناء وغادي نقطعوا شويه ديال القزبر والمعدنوس. كيف ما قلت لكم راه ساهل دغيا كيتوجد هذا حتى لاخر لحظه، وكنوجدوه صافي. كنرقق الربيع، كنزيد القزبر والمعدنوس بحال هكا فوق الحوت او السمك، كندير واحد جوج فصوص ديال الثوم اللي تنحكهم من هنا دغيا، كنوجد كلشي في مره. هذا طاجين ديال الزربه، وغادي ندير الملح حسب الذوق، كنتبلو، كندير شويه ديال السودانيه، سكينجبير، الخرقوم عرق او الكركم، رست معلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود، الكمون، وكندير البابريكا او التحميره، كندير واحد المعلقه، كنديرها شويه بالزيت. وهنايا كندير الزيت البلديه، كندير واحد 1/4 كاس ديال الزيت او 3 معالق كبار صافي. غادي نتبل الحوته ديالنا بحال هكا باش كتشرب هاد العطريه. صافي، انا هنايا كنخدم بيدي باش كبحال هكا كنتبل الحوت. غادي نحطو على جنب، وغادي ناخذ هنا الخضر اللي في دغيا كطيب ما كتعطلش، يعني كاينه الفلفله، كاين الدنجال، كاينه مطيشه، كاينه بصله، كنقطعهم هكا مرصوات. انا كنوجد كيف ما قلت لكم كلشي في مره. كنقطع بصله هكا مرصوات حتى هي، غادي نجيب الطاجين ديالنا وغادي نبدا نوجد فيه. كندير البصله هي الاولى، كنزيد مطيشه، كنزيد الدنجال، وهنا كندير الحوت، هنا كنزيد واحد نص كاس ديال الماء كنزيدو فهاد التتبيله صافي، وكنوزعو هكا على الخضار، كنوزعو هكا بواحد المعلقه. صافي، غادي ندير الفلفله هي الفوقانيه. الفلفله نتوما كتختاروا الالوان اللي عندكم، انا عندي هاد الصفراء، درت الصفراء، تقدر تكون الحمراء او تكون الفلفله خضراء على حسب المتوفر، كلها كتعطي البنه. كندير الزيتون، صافي كنوزع الزيتون بحال هكا. عندك الطريفات اللي بقاو ليا هكا ديال الفلفله، الجلد ديال الفلفله قطعتهم هكا رقاق، كنضيفهم للطاجين من التحت باش كيعطيو هكا اللذه ديال الفلفله، ما كنضيعهمش صافي. وغادي نغطي الطاجين ديالنا، كيف ما قلت لكم راه كيجي ساهل ودغيا كيوجد، كنحطو فوق البوطه حتى كيطيب. راه كياخذ معنا هكا 20 دقيقه على عافيه مهيله، وكضروري كنكونوا دايرين الحديده، ديك الحديده اللي كدير ديال الطاجين. الطاجين ديالنا توجد، ثم شفتوا كيفاش كيجي كي
كيجي طيب ومرغي وكيجي لذيذ وصحة وراحة. ولعجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد. اللي جداد على القناة واللي قدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وشكرا على المشاهدة، وغادي نخليكم مع الصور وبالصحة والراحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.